صباح الخير مشاهدينا. قبل ما بلش بتوقعات الأبراج 12 لليوم رح خبركن عن الناحية العاطفية من شخصية برج الجدي. ببين مولود برج الجدي من النظرة الأولى بارد من الخارج، بس هو فعلياً حساس كتير وعاطفته قوية. بيغار كتير ومتملك وبيحب يسيطر على شريكه، مخلص بالزواج وبيضحي كتير كرمال عائلته وبيته. بفضل الاستقرار على حياة السهر والمرح، ومع هيدا الشيء بيتأخر تيرتبط ويتزوج. طروني بكرة تخبركن عن صفات الرجل من برج الجدي، وهلأ بلش توقعات الأبراج 12 مع برج الحمل. بانتظارك عرائيل ومشاكل من الناحية المهنية، بس هالأمر ما رح يمنعك من إتمام أعمالك. من الناحية العاطفية، كون مستعد لمواجهة الشريك بأمور غريبة نوعاً ما، وبتقطع بعض المشاكل اللي رح تأثر على حياتك كلها بشكل عام. برج الثور رح تتمكن اليوم من التقدم بسرعة كبيرة ومن التعويض عن الأيام يلي خصصت فيها كل وقتك لعائلتك ولأولادك يلي كانوا بحاجة لك. أما عاطفياً، حافظ على علاقة حلوة مع الشريك وأكون جدة باتخاذ الخطوات المهمة معه. برج الجوزاء بتلاقي حالك اليوم بأزمة كبيرة، بتكتر مسؤوليات وما حدا واقف حدك وعم بيساعدك، بس تقدر تلاقي الحلول الناجحة وبتتحسن الأوضاع ابتداء من بكرة. من الناحية العاطفية، جرب تتأقلم مع نمط حياتك الجديد من بعد ما خسرت الشريك. برج السرطان بتنعرض عليك فرصة عمل، حاول تخليها سرية وما تخلي زملائك يعرفوا فيها تما يخلقوا لك مشاكل. ممكن من خلال هالعمل توصل لطموحاتك وأهدافك بسرعة وسهولة أكثر. أما أمورك العاطفية مش مستقرة ولازم تتخطى المشاكل مع الشريك وتسامحه على أخطائه. برج الأسد تتعرض لموقف أول مرة بتقطع فيه بحياتك، ما تتهور وتعامل مع الأمور بحكمة ومنطق. اهتم بعائلتك يلي عطول عم توقف لجانبك. أما عاطفياً، بيحاول أحد الأشخاص التقرب منك فما تهمله. برج العذراء، كون حذر اليوم ما تقوم بكل شي بيقولوا لك يا زملائك، فأنت الأنجح بيناتهم وما تخلي أي أمر يخسرك هالميزة. من الناحية العاطفية، عم تخلق مشاكل اليوم على أبسط الأمور، فغيرتك وخوفك من أنه تفقد الشريك عم بيزيدوا. برج الميزان تتميز اليوم بديناميكية وحيوية غريبة، وبتقوم بأعمالك بنشاط وبيستغرب زملائك من تصرفاتك، فحاول تسيطر على حماسك الزايد لأن ممكن يخليك ترتكب أخطاء بسبب الاستعجال. برج العقرب، خوفك على وضعك المادي بيخليك تكون عصبي وبتنفعل من أقل كلمة بيوجهوا لك إياها زملائك، حاول تضبط أعصابك وتروق خلال هالنهار. ابتعد بالفترة الأخيرة عن عائلتك وأهلك، فخصص وقت تقضيه معهم تتحسن من جديد علاقتك فيهم. منكفي أبراجنا مع برج القوس. أنت بحاجة اليوم للصبر وللهدوء وانتباه دقيق بالعمل. كن منضبط وابتعد عن المغامرات والاستثمارات وما تخلي حدا يخدعك. أما عاطفياً، تتذكر أمور من الماضي بتخليك تفتح مواضيع قديمة خلقت لك مشاكل مع الشريك. برج الجدي، المشاكل السابقة يلي ما انحلت عم بتأثر على أعمالك، اهتم بهالأمر ولاقي الحلول المناسبة لها. بتدخل ببعض النقاشات مع زملائك فتشاوروا تتقدروا توصلوا لحلول مناسبة. من الناحية العاطفية، دعم يلي عم تتلقاه من الشريك بفاجئك وبيخليك تتعلق فيه أكتر. برج الدلو، حاول تكون موضوعي بتعاملك مع أي أمر اليوم. بالرغم من القوة اللي عندك إياها، رح تشعر بتوتر لأن بعض الأشخاص رح يتحدوك بالعديد من الأمور. ما تستسلم واثبت ذاتك وحاول توصل لحل وسط. برج الحوت، ما تتراجع أمام الضغوط، فأنت بتمتلك القدرة على مواجهتها قد ما كانت صعبة، ورح تتغلب عليها لتبرهن للكل عن قوتك وشطارتك. أما عاطفياً، ما تخلي الغيرة تسبب لك مشاكل مع الشريك وتبعدك عنه. بالنسبة لمولود اليوم، فهو عنيد طموح وبيصمم للوصول لأهدافه، مثابر وما بيعترف بكلمة فشل.
بيكره الكذب والخداع وما بيسامح بسرعة، متسلط وقليل يعترف بخطأه، حكيم هادئ وكلامه قليل، حنون محب لبيته وأولاده، بيساعد الآخرين وبيتحمل مشاكلهم، كتوم وثابت بقراراته. من مواليد اليوم المطرب جورج وسوف. ولد جورج وسوف عام 1961 بسوريا وبدأت مسيرته الفنية بغناء المواويل، وعن عمر 16 سنة انتقل للبنان ونجح بجذب جمهور له. تعامل مع كبار الملحنين وانتج اغاني تعلق فيها الجمهور كثير، مثل بتعاتبني على كلمة، حلف القمر وغيرهم كثير. برصيده اكثر من 30 البوم ومئات الاغاني، وقدم حفلات بكل انحاء العالم وغنى بقرطاج امام 15,000 شخص، وقدم ريع الحفلة للاعمال الخيرية. هيدا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، انا بتمنى لكم نهار حلو، بريك صغير ومنكفي من بعده ام تي في لايف.